الأجواء جميلة هنا في ملعب البيت والكل على استعداد لانطلاقة هذه المباراة الكبرى. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وهنا معكم سنتواجد من أجل متابعة مباراة هي الأولى، مباراة بداية الطريق ضمن مرحلة المجموعات من المونديال العالمي. الكثير من الحديث والكلام سيكون في هذه المواجهة. هنا المسرح العالمي، هنا كأس العالم، البداية اليوم سيمتد أثرها على الفريق حتى آخر مباراة يخوضها في البطولة سواء سلبا أو إيجابا. تحكم مثالي في الكرة، شوف كيف مر من المدافع بشكل سليم. برافو حارس المرمى على التصدي. فينسنت أبو بكر إيكامبي. الكرة الآن مع البرازيل. يا سلام على اللوب، كرة بتتخلص بشكل ممتاز، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تدخل جابريل جيسوس، يا رب كرة في المرمى تشعل اللقاء، هدف أول مبكر، يا لها من بداية، أي سيناريو، الله على الكرة أولى. وتستند المباراة على تقدم المنتخب البرازيلي في النتيجة. أبعد الخطورة. توغل هجومي من جانب السيريساو. أبعد الخطورة عن منطقته. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. جاب فرصة خطيرة مع نيمار. يا رب الزبة تسجل هدف لمصلحة البرازيل. الله على هذه الكرة. نشوف الهدف مرة أخرى، شاهدوا كيف يتحرك الفريق، كيف يضغط ككتلة واحدة، ضغط كبير يولد الأخطاء ويستعيد الكرة وينجح في استغلالها بعد ذلك ويأتي بالهدف. إذن عودة للمباراة مشاهد، فرصة تقليص الفارق. لا تصدي خيالي من أليسون من هذه المسافة، تعني هدف 100%، لكن تألق أليسون في إبعاد الكرة. يغسل الكرة في مكان خطير، الحارس يتصدى للكرة بدون أي صعوبات. إيكامبي يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في كأس العالم. إيكامبي، فريق الخصم بيخلص الكرة. بيعدي وبيمر بالكرة. سنت أبو بكر. تصويبة لتقليص الفارق. سنت أبو بكر يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. شوف الهدف من جديد، التمركز والتحرك في المكان والتوقيت، يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. حكم يشير إلى تحت الفرصة بدون احتساب خطأ في هذه الكرة. والآن مع فينيسيوس، فرصة أمام فينيسيوس. أوهو، استعدوها في الوقت المناسب. كانت قريبة جدا من المرمى،
فرصة خطيرة جدا، كان عليه أن يضربها داخل الشباك، وصل الكرة براسه لكن فشل في توجيهها داخل المرمى. رافينيا، جابريل جيسوس، تغطية سليمة بيبعد الخطورة، تدخل وكرة تبعد. نيمار، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية، هدف يتيم ما يفصل بين الفريقين حتى الآن. يسير باتجاه المرمى الآن، كان بالإمكان أحسن مما كان، الكرة بتتخلص. فينيسيوس وفيها خطورة، يا رب، هدف للسيليساب، هدف برازيلي، هدف للمنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. والآن نشاهد الإعادة، شوف كيفية التواجد مهم في المكان المناسب، تتمركز صح تسجل هذه الأهداف بكل سهولة. وتنتهي المباراة على يحتاجها الفريق من أجل تأسيس الثقة ورفع المعنويات وطمأنة الجماهير على أن كل شيء يسير بخير هنا في البطولة. مشاهد جميلة وأجواء رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. معكم فارس عواض أحبائي المشاهدين في تغطية حية ومباشرة. وهنا الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال قطر. المنتخب البرازيلي في مواجهة صربيا. أي مباراة في كأس العالم مشاهدينا هي مباراة لها قيمتها وستحفظ في التاريخ. كل لاعب يتمنى بأن يشارك في مباراة وحيدة في هذه المسابقة بالتأكيد. مباراة اليوم ليست استثناء، ونتمنى بأن تكون في المستوى. يا سلام على الهروب، شوف التشيك أوت في اللقطة الماضية، فرصة لوضع الكرة في الشباك. تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. نيمار، تمريرة لا تكتمل من نيمار. الأفضلية تمنحون للبرازيل. فلاهوفيتش، رافينيا، جابريل جيسوس، نيمار. المساحة أمامه في هذه اللحظات كانت قريبة جدا، كنا سنشاهد هدف رائع على الطاير، محاولة جيدة على المرمى. كوستيتش، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. سيركي سافيتش، وصلت إلى فلاهوفيتش، الكرة تصل لسافيتش. حلو التدخل من اللاعب، بيخلص في الفرصة الماضية. وصلت لفينيسيوس، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تسويب الآن يوقف حارس المرمى. فرصة محتملة للتقدم في النتيجة أمام البرازيل إذا استغلت هذه الركنية.
ممتاز في قراءة اللعب. محاولة هدف التقدم، كرة مقطوعة وحاول بتتخلص بشكل ممتاز. برافو في اللقطة. كرة في حوزة المنتخب البرازيلي. تجري تلك المضافدة ضائع. الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. غربت بداية الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات لبطولة كأس العالم. مرور ناجح بالكرة. كرة بتتشتت من الدفاع. دوشان تاديج يخترق ولديه المساحة. الخطورة لم تنتهي، مستمرة بعد التدخل. فينيسيوس جونيور قطع للكرة في الوقت المناسب. نصف ساعة الصنع على صفرة نهاية المباراة. عند الفرصة لابد أن يتصرف. يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. فينيسيوس جونيور يسير بالكرة باتجاه المرمى. لا ينجح. كرة خطيرة. الهدف تقدم. فينيسيوس. الهدف تأخر كثيرا لكنه قد يكون حاسما. مباراة استمرت كثيرا بالتعادل السلبي، لكن الإثارة، كل الإثارة تأتي بهدف قد يكون مفتاح هدف التقدم الآن قبل الصافرة النهاية بقليل. هدف قد يحدد هوية الفائز في هذه المباراة. زيفكوفيتش تدخل وكرة تبعد. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. فرصة للتقدم الآن من جديد. يا رب، هدف للسيليساو، هدف برازيلي، هدف للمنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. شوف الإعادة. هدف من تمركز صحيح وتسديد صحيح في توقيت صحيح. هدف يوزع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دوسان تاديج. فينيسيوس. إمكانيات كبيرة. شوف المرور. الله على المهارة. جيسوس وفرصة للتسجيل. كرة متاحة أمام المرمى. والآن تنطلق الصافرة مشاهدينا وتعلن رسميا عن فوز منتخب السيليساو في هذا اللقاء. عند التقدم بفارق هدفين كان في أريحية كبيرة عند الجماهير وكذلك عند اللاعبين في الملعب بعد ضمان الفوز بشكل واضح. مشاهد جميلة وأجواء رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. وحديثك
معكم فارس عوض من كابينة التعليق. ومباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم، المنتخب البرازيلي في مواجهة سويسرا. أي مباراة في كأس العالم مشاهدينا هي مباراة لها قيمتها وستحفظ في التاريخ. كل لاعب يتمنى بأن يشارك في مباراة وحيدة في هذه المسابقة، بالتأكيد مباراة اليوم ليست استثناء، ونتمنى بأن تكون في المستوى. ستيفن سوبر، ريكاردو رودريغيز، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. فريد، جابريل جيسوس، لمسة جميلة، الله على اللمسة، الله، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوه. الكل يتوقع الكرة في الشباك، لكن سومر يتألق، ردة فعل غير عادية لكرة من مسافة قريبة. المنافس يسيطر على الكرة، نيمار يضرب، كرة بتتخلص بشكل ممتاز. إيمبولو، ريناتو ستيفن يتقدم إلى الأمام، هدف يأتي عن طريق المدافعة. من هذه الإعادة وهذه الزاوية واضح جدا صعوبة الكرة، خاصة وأنها ارتطمت وغيرت مسارها قبل الوصول إلى المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل الشيء. شاكيري، كرة فقدها بعد تدخل الخصم، فرصة والمساحة موجودة، الهجمة ما زالت قائمة. الكرة في المرمى، فعلت السابقة، عدلت النتيجة، عادوا للمباراة. نشوفه من جديد، انظر إلى هذه اللقطة، التحرك اللي كان، التمركز اللي كان، انظر إلى النهاية اللي كانت، والهدف الذي نشاهده الآن. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. حكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. ستيفن سوبر، الشوط الأول ينتهي الآن، الفريقان إلى غرفة الملابس. والآن انطلاقة الشوط الثاني من المباراة التي تلعب ضمن مرحلة المجموعات لكأس العالم. غرانيت تشاكا، تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس. غرانيت تشاكا يبعد الخطورة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، كرة ما زالت خطيرة. الله الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء، هدف بمجهود فردي حقيقة. توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك، هدف رائع بمجهود غير عادي. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. فرصة الآن، عند الكرة الآن، ما زال يبحث عن طريقة، لكن لا تكتمل هذه المحاولة وتنتهي الخطورة. فرصة 1-1 الآن، سيلفان فيدمير، إيمبولو، مو
ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. الله على اللقطة، الله على المهارة. شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كم ممكن تحرك الشباك. شوف المقصية، يا سلام على الكرة بتضيع. فينيسيوس، جابريل جيسوس، فينيسيوس جونيور بيبعد الكرة بشكل ممتاز. 6 دقائق فقط على نهاية المباراة، تدخل والكرة بتروح. رافينيا يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. نيمار، كرة هدف في هذا التوقيت. يا رب، الزبة تسجل هدف لمصلحة البرازيل. الله على هذه الكرة. نشوف الإعادة، نشوف المتعة، شوف كيف نجح في وضع الكرة داخل الشباك رغم الضغط الكبير. لا يفعل ذلك إلا لاعب كبير. التقدم بهدفين كان مخلي الجميع مرتاح في الملعب من قبل الساطرة. الجماهير كانت سعيدة وتعرف بأن فريقها سيحقق الفوز اليوم. Thank you.